بخن بخن هنا لا شن ودول هناك دول كمان دول إنهم يقامرون. سآتي لك يا شيخ بالنبيذ المعطق. هنا يا شيخ خذ. هنا لا شيخ خذ. هنا لا شيخ. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتقامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياة ولدك، يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا دلوقتي من قبيلة قريش، يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم، نحن في قريش. لو النبي. نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. ده احنا فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة ابوك، طب انا اروح من هنا سوق الجوار ازاي؟ انه بعيد وتحتاج الى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل، حماري اللي هو بالخارج وعملت تتصيد وتقول لي سيدة قريش، انا سيدة قريش، في الاخر عندك حتة حمار موجود بره وسادة ومش سادة. طب ادوكوا ايه؟ لما تيجوا نلعب لعبة كده أعلمها لكم. تفضل. أيوة، امسك هذا السيف وهذيك نقودي، هذيك نقودي دي، ها؟ اسمها مولك. اسمها إيه؟ مولك. مولك، خلاص؟ والناحية التانية اسمها إيه؟ كتابة. 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 يبقى دي إيه مولك؟ ها؟ مولك. دي إيه؟ مولك. مولك. ودي؟ كتابة. كتابة. كتابة قول. كتابة. أيوة، وأنا حطين فوق وغميها وأنت تعرف تقول لي إذا كانت ملك ولا كتابة. اتفقنا؟ أهو. هوبا. أنت تقول إيه؟ ملك. إذن أنا كتابة. أنت تكسب وأنت تخسر عشان أنت قلت ملك وهو خد كتابة. أنا أريد أن أكسب أنا أيضا. عايز تكسب؟ طيب أنا هحط الدرارير كلها رهان، نلعب على رهان بقى. خلاص؟ وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص؟ موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. موافق. خلاص ماشي. يلا يا عم، انت هتختار ايه؟ مولك. مولك، خلاص؟ وانا هختار الكتابة. خلاص؟ مولك وكتابة. وهو حتى الحمار بتاعه بره عشان خاطر هو هيتراهن مقامرة. وانا اروح حاطط الفلوس كلها، هو يكسب او انا اكسب، ماشي؟ هو قال مالك، ماشي؟ اهو. لا لا، والثعبان الطائر ده انت كنت ميزه؟ ملك؟ يا وحي يا وحي. انها كتابه كتابه. لقد كسبت الحمار. هيا 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 اركب عليه الحمار. مسد ماذا تفعل يا رجل؟ إنه ليس حماري، حماري بالخارج. يا راجل، يا ده مش الحمار وقاعد معنا؟ وانا عمال برضك اقول في حمار بيتكلم، مش واخد بالي. هاتني سيفي؟ هات السيف يا الحمار. هيا هيا. ايوه. اتبعني. انا هو؟ هذا هو حماري. ايوه. فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا ايه؟ تفضل، تصحبك السلام. تصحبك النعنة. هيا 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 يا الحمار الكافر. من هنا من هنا كده 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 يا عم الحمار كده. قلنا لمين تاني؟ يلا، لقد وصلنا إلى مرمى البصل. ها هيا ذبحها. شمال بقى، شمال بقى، شمال من هنا كده، شمال من هنا. انت حمار، خش شمال كده على طول. يلا. ايوه. السلام عليكم يا كوم. مع السلام عليكم. ايه؟ السلام عليكم. اليكم ضرة مزاد اليوم، جارية بطة بطة تنحدر من سلالة عريقة، من سيفتح المزاد؟ مئة دينار. مئة دينار.
120 دينار 135 دينار 135 دينار 15 دينار 15 دينار أنا أقول 135 دينار وأنت تقول 15 دينار أنتم تتكلمون على ماذا تتحدثون؟ لماذا تبيعون؟ على هذه الجارية الجميلة. أيوة. إذن 500 دينار 500 دينار حقا يا سيدي 500 دينار و15 أيوة دي ستي بان عليها بان عليها بنت ناس ومياهات فيه بان عليها بنت ناس ومش رشة ولا أي حاجة. إنها ترقص وتمرح وتطبل وتؤدي لك كل شيء. حمدا للآلهة أنا لا أصدق عيناي. 500 دينار في ابنة أخي. أصدق إنك راجل واطي قوي. في حد أنت دي بنت أخوك دي؟ أجل بنت أخي. أشل ومش مكسوف؟ من أي عائلة واطية حاضر أنت؟ إنني هريسة من بني مهروس. هريسة يخرب بيتك، ده أنت عرفنا في وسط الكفار. هل سيزيد أحدكم على 500 دينار؟ أبونا إذن حلال لك. لا خلاص خلاص ما تعيطيش بقى خلاص. أنا مش أنا بصي أنا هشتريكي وهسيبك تفرحي خلاص ماشي. أنت اسمك إيه؟ هند. اسمك إيه؟ هند. طب بصي يا هنودة أنا روحي ذهبي فأنت فرحانة فأنت إيه؟ عطلانة فأنت إيه؟ حرة. أنت حرة. شكرا لك، لقد أنقذت حياتي. أمال إيه؟ أنا مدينة لك بحياتي يا سيد. يا لمبي. يا سيد لمبي. أيوه. من أي قبيلة أنت يا سيد لمبي؟ أيوة. لأحرر لك الصق. صخ؟ إيه صخ ده؟ الصق. هذا الرجل من بني الحارس، وهذا الرجل من بني النعمان، وهذا الرجل من بني المنذر، وأنت من بني سويف. أتقصد أنك لست من أي عشيرة؟ إذا أنت لست من السادة. يا عم سادة إيه وبحليب إيه؟ مش ناقصة وجع دماغ بقى. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وخذوه مع العبيد. أوعى يا عم الحاج أوعى أوعى، ده أنا أخذلكوا هبل بتاعكوا ده. ده أنا اللمبي ملوش كذا خيار يا عم الحاج. طب لا إله إلا الله، الله أكبر يا كفار عليك. أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر. إيه الحال؟ يا حبيب تقتلي؟ هغسل ايدي. هتغسلي ايدك ليه؟ احنا كنا حاجه؟ خلاص ده لازم الاكل الواحد يبص له ويخلص. ايه يا امي رايحه فين؟ خلاص كلت. لا يا امي كده اكل برضه. ثانك يو ماما عواطف. استنى تعالى يا عواطف. ايه؟ انا اقول لي سوات المرة؟ أمها؟ ها؟ أنت المرة؟ لا مش أمها، أنا زي أمها. زي أمها؟ آه. وهي زيها زي فين؟ مين دي؟ ما تحددي أنت عايزة إيه وليه؟ يعني أنت زي أمها، طب هي البت دي أمها فين؟ أمها ماتت. ماتت؟ آه. ماتت إزاي؟ الفيل موتها. طب والفيل فين؟ الفيل في الحديقة عايش، هي اللي ماتت. يعني انفصلوا؟ مين دول اللي انفصلوا؟ هم انفصلوا عن بعض؟ مين دول؟ أنا الولية مش أنت اللي بتقولي إن أمها كانت متجوزة فيل؟ بقول أنتِ هتأوليني يا ولية؟ والله قلت أمها. أنا ما قلتش حاجة. إيه؟ والله والله قلت أمها وحشة. والله العظيم ما قلت. طب أنتِ ما شتمتيش أمها؟ وانجرت زوجته. عواطف أنتوا بتتخانقوا ليه في إيه؟ لا دي ست مش ما حصلتش. إيه ده؟ بتغلط في ماما في ماما. يا حربوها يا حربية. حربوها يا حربية. بس يا عواطف يلا اطلعي بره. يلا امشي امشي يلا، ده ضربه الجنب ما تتضرب في كعب رجلك وتروح وتعتقل في عزم الساعه. شلنتي امشي يا مزغوده، ده ضربه. بس قولي لي بقى، قولي لي بقى، انت بقى فيكي حاجه كده يعني مغيره، ايه هي بقى؟ قطاطه؟ اقول لك على سر بس اوعي تقولي لاي حد خالص. بيبير
حالي. هاجي؟ باي. هبطل اكل بقى. كفايه كده. يلا. صح؟ ايه ده؟ الله! الشياكة والحلاوة دي حلوة في السجن؟ قوي جبت من السجن. ده تحفة قمر. وطلبت ان انا اجيب الفساتين التانية كلها من السجن عشان لما اخرج واجي يبقى انا معاكي كويسة. تحفة يجنن. حلو. قطاطا، عارفة ايه اللي شاغلني بجد؟ ايه بقى اللي شاغلك؟ الليمبي. الليمبي؟ يا سلام على الليمبي. الليمبي ده طب احكي لي احكي لي والنبي قطط عشان وحشني قوي. حاضر يا استاذ. زعل على النبي. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وبيعوهما العبيد. عبيد ايه يا عبيد؟ انا اوعى اوعى ده اللبي. انا من مصر ومن الدنيا يا عم الحاج. يعني السيده زينب ولا انا كفار على نفسكم يابا؟ انا من السيده زينب يا عم الحاج. يا محمد رسول الله صاحن ايها العبد. يا عم صاحن ايه؟ والمصحف الشريف يخش غزالكم هو بتاعكم ده. اذا انت من اتباع الدين الجديد الذي لا هو بالشعر ولا بالسحر ولكنه كلام جميل. ويحك ويحك ايها العبد الذي يدعو الى الدين الجديد. ايه ده ابو لهب ده ولا ايه؟ ابو لهب؟ ايوه ابو لهب. اوعى يا عم، عرفتك يا عم الكفار، ويجب عليك ان تذم نفسك قبل ان اعملها معاك. ماذا تقول؟ بلا ماذا اقول بلا ماذا بقول. الله، ايه يا عم الحاج انت ايه؟ هو سكتنانو دخل بحمار ولا ايه؟ مفيش بني ادم بيحبك ومكروه على وجه البسيطه كلها. ايوه، مالكش ارضيه عند البني ادمين، لا في الشيك ولا في الشعبي. لهجتك غريبه جدا. اذا ساشتري العبد والجاريه وهذا الرجل ايضا بألف وخمسمائة دينار. انني لا اعرفه ولقد كنت ابيع ابنه اخي. لا جدي انا اعرفه يا عم. انت ابو لهب؟ انا عارفه. ايه يا عمو ده؟ احنا قرايب يا عم. ده هريسه، ده مضيع النسوان بتاعت العيله كلها. حلال عليك، ساحر لك الصك في الحال. خذ هذا. ايوه، وش معنى هذا؟ لماذا هذا؟ لا تسألوا عن اصله وفصله من فين؟ صاحن يا عبد السوق، لا تتطاول على اسيادك، انه سيد قبيله بني زرزور. قلت لك. قلت لك ايه يعني؟ جاي مختارنا لك يعني ولا ايه؟ صاحن يا عبد السوق. يا عم بلا صاحن بلا ايه بقى؟ تبلوهم. ايه تبلوهم دي؟ يعني ايه تبلوهم؟ انا ما اتبلش انا عشان اتشوي يا عم الحاج. اوعى اوعى يا عم انت. لا يا عم الحاج، مش اللمب اللي يتحط على الجريل. اوعى يا عم الحاج، اللمب ما يتشويش ابدا. ايه يا جدعان؟ ابويا وده ايه ده؟ حتى لا ياخذونك ويعذبونك. هو ده سيرك ده ولا ايه؟ ده سيرك. انهم عبيدهم وهم احرار فيما يفعلون به. ايوه ده هيبنوا على الراجل ده بيت ولا ايه الحجر ده؟ صاحن ازاي بس؟ انا مش فاهم التصوير ده يعني لحد امتى؟ هي الساعة كام دلوقتي يا سيد زيتون؟ ماذا تقول؟ ايه ماذا تقول؟ عايز اجيب سجاير. انا اجيب سجاير منين دلوقتي انا؟ اصمت ايها العبد، انك تثرثر في لغو فارغ. سمعا وطبعا يا مولاي. زينب، ازيك يا واد؟ الحمد لله. ام عطاط سالت عليك العافيه. والله ما قاطع بيا في السجن لوحدي من غير سؤالك عليا. ام خلاص يا واد. ايه بكابورت اتفتح في وشي؟ هي بس اقول لك، انا عايز اسالك على حاجه. هي الست لميس مش الحمد لله خفت ولا لسه؟ ايوه يا حبيبي خفت. خفت الجنبين وثابت قدام. والله العظيم ده
كلامك زي العصا اللي هم قطاط، هو ده اللي محببني فيك والله. لا بتفكر انه بامي انا يا واد قد ما افضل كل شويه تقول لامي انا غادر من العجل ده ازاي. انت زي ام العين تعلى الحقيقه. لا تعلى يا عم امك بقى. ايه تحبي تروحي فين بقى؟ اروح فين عند امك. شكلك من دايما شغال تاكسي بالليل. والله دمك زي العسل. ايوه يا حبيبي دمك يا دمك. الله يا ام عطار. ايه ده؟ ايه ده؟ ويا نمحر ولا يا مات؟ لا مؤاخذة يا باشا وربنا ما شفتك العظم على النظر يا مات. لا مؤاخذة يا باشا انا اسف. ده مين ده يا مات؟ انزلي. ايه ده؟ انزلي. مات. اهو انزلي متلاعب وانزلي متلاعب كرني يا مجمع تنسيه. انزلي نزلت سنانك بالطورة. مجمع. اطلعي يا بت. اطلعي. اطلع فين تاني؟ اطلعي باللي انت مخبياه جوه هنا ده. ايوه ده الكشوف. ها صيغه ولا فلوس ولا ايه بالظبط؟ يا سواتي سرقت صيغه لابس هانم وانا اللي بعملك زي امي. صحيح يموت الزمار وصباعه بيلعب. يا ده الكشوف خليش امد ايدي. ها بالنبي ما كان بخاطري اللي بس بالنبي ما كان قصدي حاجه. ده دول كانوا انت شوية اخدي كنت جايباهم باخدهم للمساجين هناك النسوان عشان ياخدوا كده بس مش عارف كده تدعو النبي. وايه اللي انت حطيته تحت المخده اللميس ده؟ ده مصحف. مصحف كنت ورثه من امي وتحت ورا تحت المخده عشان الكوابيس وما تفرزحش وهي نايمه. اه طيب اركبي يلا. طب انت زي خدام بيدي؟ لا كبر كبر يلا. طب انت هتعودي دميس؟ لا مش حامله. يلا خلصي اخد الاخ. يلا اخده. ايوه تمام يا باشا تمام. يلا بكير خلاص يا باشا. يلا. طب انت زعلان مني؟ لا طيب. يلا امرنا يا باشا امرنا. لا مؤاخذة يا ست قطاطة والله ما خدت بالي. انت مش زعلان مني؟ من هنا والشفا هات من هنا والشفا مصر رئيس الجمري. هات من هنا والشفا يا حبيبتي. ودي ود ما هيش ودي هناك. هات من هنا هات من هنا. فكرتوني بالاعلام بتاع الزمان. هذا الزمان دي الزمان كان كلها بركة. الأرض بركة بتطلع حاجات بركة. الشوارع بركة. الشجر بركة. الرجالة كان فيها بركة. الكوسية كانت قد كده. الكوسية زمان في المحشي كانت قد كده. والرزاية كانت قد كده. ونجيب الرز بقى بالخلطة بقى ونعمل له السبت والدقدونس والكزبرة ونقعد نقلبه ونحشي في قلب الكوسة ونحطها في قلب المطبخ في الترابيزة. كل الحاجات دي ونحسي فيها كوسة. كنت ست شاطرة على فكرة حزوة دولة كده يا قد انا كان عليا شقة اسمه نوخية وحياتي جنجي. الشقة دي مفيش عروسة تعملها في ليلة فرحة. انما قولي لي أيوة الخير ده كله جالك منين؟ نكدي واكدي وانا بحبها ما تكدي وانت ساكتة بس ادعي بالشفا. شفا؟ لأي حد حتى ليكي نسويكي. يا رب بالشفا يا رب. أيوة عايز من الاكل يا بنت؟ قوي 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 قوي. فكرني بايام زمان ايام ما كنا مستتتين في بيوتنا. مكتب شفت البنت بتفكر في ايام ده يا بنت ده انت موقوشة وده في موقوشة انت يا بنت انت بتاخد ايه؟ ايوه يا خلاص مش عارفة أدب؟ أيوة جامعة إيه؟ ونبي عليها وسعة كده البنت دي. ونبي أنت عسل وقلبك طيب يا خلق عطيت ربنا يخليكي لينا. ربنا يخرب بيتك يا حبيبتي يا رب يا كلب. وأنت مزغولة ما بتقوليش ليه على الكسكس هنا؟ يا أختي الأكل كله زي العسل وجيه محتاجة كلام؟ النبي بس شكلك حطاهم على قلبك قد كده يا ست قطاطة. طبعا ما حطهمش على قلبي ليه؟ أصل قلبي أبيض. أوي إيه ده؟ السحرات الثلاثة قاعدين؟ لا يا مارا
حرب ابيض، وانت عارفه ده حرب ابيض ليه؟ ليه؟ عشان انا مسامح، والمسامح غريب. اسمعني يا بنت، اسمعني يا بنت، بنت الكلب حكى عن امك برضك، حكى عن واحده زي امك يا بنتي، والنبي يا بنتي يا بنتي الكلب. هم راحوا فين؟ هم فين؟ هناك اهو. ايوه عشان تشوف الندى قد ايه بقى ست كويسه. يلا خدوا يلا خدوا. لا الاول تدعوا بصفه لسحبه الكرامات دي. جرى ايه يا اختي؟ انت هتقططيلي على لقمه. انا عارفه. لا يا اختي لو مش عاجبك كلي من اكل السجن يا ضنايا. اهو النهارده طبخين جزم، كلي لي الجزمتين وشرابين مخللين. معلش يا انوسه، اصلها بتهزر معاكي يا روح قلبي. انت قلبك طيب مش كده؟ بس بت قولي لي بقى يا وليه، انت الاكل ده كده انت جايباه ونيتك مسامحه فيه ولا هينزل معدتنا يهريها؟ وايه اللي دخل الرجاله عندنا في السجن يا ست انت؟ جرعيه يا وليه. ما دخل الرجاله ليه عندك بعد ما عبر؟ انت هتقعدي تقتليها وتقعدي تنرزي فيه لما تجيني اللقمه خير نصفحها. ادعوا الاول بالسيفه لما ناكل. ما هو انا بقولها في وسطي عشان خاطر البنت العسل دي. ناكل يا اختي الاو. بس بخد الراجل اللي معاك يا اختي وروحي ورا الـ ورا الـ ورا المبنى. ما تجيبوش عيني عينك كده يا اختي. بقول لك ايه يا ولية، خد اقعد ونبي حديك بسجن على بقك. خد الاكل خلينا ناكل. لا لا هو ناجك بالسم العرف ويجي يغني في المصنف في جوه. يا بيت انت شويه اقعد. يا بيت هو لوحدك يا دي من ناحيه الثانيه. زق يا بيت اهو. مزبوط؟ يا بنت الزوق اهو مزبوط؟ مزبوط كده سلي. اه الاكل حلو قوي. اسمعنا يا بنت انا والشفا ادعوا بقى كده يا رب كده بالشفا العاجل. بالشفا العاجل. انتوا داخلين ميت بالشفا العاجل ناخدها من جوه عندنا الست اللي بتفحكوا النقمه بالسم الهاري. بالشفا العاجل. اسمعها كمان مره. بالشفا العاجل. كمان مرة كيرة بالشفا العاجل. يمنا كده عادي المرتبة. يا سلام يا سعادة الباشي على المعروف اللي انت عملته النهارده في النسوين دول، كانوا هيموتوا من الفرحه يا باشا. الحمد لله الحمد لله. المهم الاكل عجبهم. يا لهوي تاني ياما يا سوادي عجبهم. دول كانوا بايديهم ورجلهم، دول كانوا هياكلوا البلد بتاع العنبر يا باشا. بقول لك ايه، اوعى يكون اي حد فيهم عرف ان انا اللي بعت الاكل ده. لا يا باشا ما قلت لهمش طبعا يا باشا. هو انا عبيط ولا ايه؟ طب روح. ماشي يا باشا. ايوه يا ابني. مين؟ سعد الوزير الدهون. اهلا اهلا، ازيك يا معالي الباشا؟ امرني سعادتك. معالي الوزير بنفسه عايزني؟ لا يا فندم انا هتاخر ليه؟ ما سبت السكه على طول اكون عند حضرتك. مع الف سلامه. يا اختي ما انت اللي غلطانه. في حد يجيب النار جنب الكبريت ويقول لي مش عارف ايه؟ وبعدين ايه؟ انت بقى لما تجيبي الصينيه وتروحي حاطه كده اهو وراميه كسكسي على الوش وحته الزبده معاك، واخد بالك بقى يا ست مولي؟ انت في حاجه؟ لا مفيش حاجه. ماشي بقى. هي دي كلاب جديده جايبينها ولا ايه؟ دي الشاويش عطيه. شاويش عطيه؟ ايوه. ده انت في السجن ده؟ ايوه. والنبي انت فكرت في كلب واقف هيقربني؟ يا ستي كلب ايه؟ اسكتي بقى. انت شوفي شكلها عامل ازاي؟ المهم نرجع لرجوعنا. في حد يا بنت يجيب البنزين جنب الكبريت ويقول مش عارف ايه؟ يا اختي انا قلت اخوات ومتربيين مع بعض، وبعدين البنت اختي متربيه. يا اختي بدل ما متربيه ما انا عارف بدل ما احنا فاضي. متربيه ايه؟ ولد وبنت قاعدين مع بعض في قلب مكان فاضي ومفيش حد. تفتكر هيعملوا ايه بعض؟ هيلعبوا السينما والتعبان؟ طب اهو ادي التعبان حرامها يا اختي. كملي. وبعدين يا اختي خدت بعضي ورحت لابوه، قام نط في وشي زي البابوه. يا اختي
يا رجالة رجالة يا مطية. أيوة رجالة مطية وانا تسمع شوية حاجة رجالة مرميلة. عندك حق يا اختي عندك حق. وقال لي أبدا أنا اللي ابني متربي أختك اللي مايسة وقللت الأدب. أيوة. طب والواد موقفه إيه؟ الواد موقفه إيه؟ أيوة الواد الحيلة بتاعت أبوه خد البت وطفش وبعد كده راح الراجل رفع عليا قضية. أيوة قضية إيه؟ قضية دعارة. أيوة يعني هو بذكر طلع عارة؟ حلو من عارة يا ريت. يا وليه انتي انا الحق عليا اللي بتفك معاكي شويه بلا قرف. يا ده كده اقدر من الدم يا ده يا مسير صديقي بالسيرتر على بوقك عينك كلها بايظه بعض. انت جايه تاني مرك من دار اللي عمريك يا بنت الكلب. يا وليه في ايه يا وليه؟ لا 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 خدي بنت الكلب هنا خدي رد. ايه اللي انت عامله عندك ده في السجن يا عباس؟ هو فندم انا اكون صريح مع حضرتك مش هكذب عليك لميس حفيدتي. حفيدتك انا قلت كده برضو هي السبب وده سجن للنساء والتطوير اللي بيحصل والمعامله الحسنه كل ده محتاج لواحده تفهمهم وتفهم احتياجاتهم. برافو عليك يا عباس. ربنا يخليك يا باشا. نرجع بقى للموضوع اللي انا طلبتك فيه. انا طلبت نقلك للمطار في الحركه اللي جايه. سيبك بقى من شغل السجون بايز ما كنتش انت وزمالك الكفاءات تشتغلوا في اماكن حساسه زي دي مين هيشتغل؟ طبعا يا باشا ربنا يسعدك كده ويخليك ليا. بس هو التطوير هذاك لسه دلوقتي بتناقشني في التطوير اللي هيحصل في السجون. يا راجل بص للدنيا بقى. طب لما اخذ عباس انا جاني تليفون خاص لي انا اخد بالك انت. احنا كده اتفقنا واشكرك على حضورك وبعدين نبقى نتكلم. مع السلامه. تحت امرك يا باشا. مع السلامه يا عباس.